عمرنا امينه، احنا عارفينها وعارفين بلدنا وكلنا ورا بلدنا ورا مصر. انا بشكر طبعا القائمين على ساتوك، وخصوصا الشيخه ووالدتها مدام مشكاه، وعلى تقبلها ان هي تفكر تعمل حاجه في شرم الشيخ في الفتره دي. لا اكيد هم مجهود كبير جدا عاملينه. فرحت ال 150 طفل بتواجدهم في شرم الشيخ في اليوم الجميل ده. لا اكيد انت بتعمل عمل خير كويس جدا، اكيد الناس كلها عايزاها، ونفسها هي وعياطها وبكائها قدام الناس كلها وبتقول انا مصريه. لا احنا بنقول احنا مصريه، احنا كلنا مصريين، واكيد احنا ولاكي وراكي. ويمكن انا طلبت بكل الناس اللي موجوده ان احنا نبقى اهلها واحنا نكون وراها ونكون داعمين ليها.